السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، وإن شاء الله يا جماعة أقول لكم على حاجة كده يمكن يعني حصلت عندي، فأنا حبيت إن أنا برضه أطلع يعني أقول لكم عليها. تمام؟ فبصوا بقى يا جماعة كده ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله. أول حاجة أنا عايزة أقول لكم إن أنا إن شاء الله ناوية إن أنا أبيع الحرم ده كله، محدش يستغرب. انا قبل ما اعمل الخطوه ديت كنت قلت برضو ايه اطلع اقول لكم، علشان اللي عنده اي معلومه برضو ايه يكتب لي في الكومنتات ويفيدني بيها. فناس كتير هتقول لي يا شيماء انت بتبيع الحمام وكده، فان شاء الله اقول لكم برضو. طبعا انتوا عارفين ان الحمام دوت كان بسم الله ما شاء الله انتاجه كان زي الساعه، تمام، كل بنتج معايا حلو جدا. ففي الفتره الاخيره دي يا جماعه يعني يمكن الانتاج بتاعه قل شويه. طبعا انا سالت يعني سالت برضو ناس كتير قالوا لي الحمام عايز يتجدد، هو فعلا بقاله فتره كبيره ما اتجددش. ف يعني ان شاء الله انا عايزه برضو يعني تكتبوا لي كده وتقولوا لي، لان انا عندي فعلا يا جماعه انا ملاحظه في الفتره الاخرانيه ديت ان الانتاج بتاعه بدا يقل يعني كتير عن الاول. فهل يا ترى ان هو مثلا يعني بقاله فتره كبيره عندي وما اتجددش وكده، ولا ايه السبب؟ طبعا انتوا عارفين ان انا يعني دايما ممكن ايه لو هو عنده ديدان بهتم انا بالكلام ده كله. إيه مثلا بحط دواء للديدان، بحط فلاجيل، الحاجات دي كلها. هو بسم الله ما شاء الله حلو وزي الفل، بس كانتاج انتاجه خفيف جدا جدا. فحرام حرام ان انا اقعد اكل فيه، وانتوا عارفين طبعا ان العلف غالي وما فيش انتاج. فانا ان شاء الله اللي انا نويته باذن الله يعني ناويه ان انا ابيع الحمام ده كلته، وباذن الله هجدد سلاله من جديد. فانا عايز اعرف الحمام يا جماعه اللي هو بيبقى الكبير دوت الجزء مثلا فيه بيسوى كام، او هو مثلا بيتباع بكام، لان بصراحه انا ما عنديش خلفيه. فان شاء الله لو هبيعه هبيعه مثلا اللي هياخده هياخده لحم، فمش هياخده شغال، لان هو اصلا انتاجه زي ما قلت لكم انتاجه عاد يعني قليل جدا. بس انا عايزه يعني برضو يعني اسال الناس اللي هي عندها خبره يا جماعه، يعني برضو في ناس كتير عندها خبره في الحمام ويمكن عندها خبره احسن مني كمان. فهل السبب ان هو مثلا يكون كبير او ما اتجددش من زمان وكده؟ فانا كان عندي اصلا هو حكايه ان هو يتجدد، فانا كان عندي اصلا اي جزء كنت بطلقه بصوب يعني، وكان في بينزل برضو غصب عني يعني من غير ما انا بطلق وكده، عند ما بيكبر شويه ابص الاقيه نازل في وسط الحمام كنت بسيبه. يعني هو مش كله قديم، هو فيه جديد على قديم. او ايه السبب بالظبط؟ لان طبعا كنت بنزل لكم فيديوهات كتير عن قطف الحمام، وكان بسم الله ما شاء الله انا كنت بقطف كميه حمام ملهاش اول ولا اخر. فيمكن انا كنت نزلت لكم الفيديوهات ديت، بس بصراحه يا جماعه في الفتره الاخرانيه ديت الانتاج خف جدا جدا. ف يعني مش عارف هل السبب ان هو يكون مثلا منه كبر، ولا في حاجه تانية؟ هنقول مثلا او في ناس هتقول لهم شيماء طب ادي لهم مثلا جرعه على الديدان. الكلام ده يا جماعه انا عارفاه كله، اديت جرعه على الديدان وعملت كل حاجه، بس برضو ما اعرفش يعني ايه السبب فجاه كده. هو فجاه ايه السبب؟ ما اعرفش، يمكن كنا بنطلع اوريكم مثلا يعني اعمل لكم فيديوهات تشجيعيه يعني علشان الناس يعني تحاول ان هي تربي حمام الحاجات دي كلها. بس الايام دي بصراحه انا بكلمكم يعني بكل صراحه، فقولوا لي برضو ايه الحل.